سياسة قوية في أرينا بريك أوت، وهي عدم التسامح بشأن أي اختراقات. سيتم معاقبة الغشاشين بالحظر، تغيير الفضائح ونشر حساباتهم على السوشيال ميديا. أهم قواعد وسياسة أرينا بريك أوت لتجنب الحظر. أول حاجة شباب، هو الغش باستخدام التطبيقات. تعرفين التطبيقات النازل بتنزل تطبيقات حتى عشان خاطر تعدل على الجودة، والناس اللي عايزة تعدل على الفريم والهاتف اللي عندهم ما بيوصلش لعدد فريمات معينة، فهم منزل تطبيق عشان يعلي الفريم. كل الكلام ده كله بياخد حظر على اللعبة بسبب أي تطبيق من دول. ده بالنسبة لهم ده يعتبر تطبيقات من تطبيقات الهاكر. ده حتى الناس اللي هي بتنزل اساسا نسخ معدلة، الناس بتبقى جاهزة متهكرة جاهزة، كل ده برضو تحت موضوع الهاكر. فكل ده اساسا بيلبس على طول وحسابه بيتبند، وممكن يوصل معاه لعشر سنين. التطبيقات كلها بجميع انواعها ممنوعة في ارينا بريك اوت. تاني قاعدة في ارينا بريك اوت وهي التلاعب بالسوق. في ناس طبعا بتحاول هي تستخدم ذكاها وبتعمل اسواق بديلة غير متصلة بانترنت، وتأجر حسابات لناس تانية. ده غير كمان الناس اللي بتفضل تخزن الامدادات بتاعتها وتفضل عشان خاطر تبيعها برضو لناس تانية. كل ده برضو بياخد حظر. ده غير كمان هيصدروا جميع الموارد اللي هو فضل محتفظ بها فترة طويلة. تالت قاعدة في أرينا بريك أوت وهو الكلام غير اللائق. السلوكيات يا شباب، السلوكيات اللي بتؤدي إلى الحظر. الكلام غير اللائق، الترويج لمعلومات كاذبة أو إعلانات أو أسماء غير لائقة، الناس بتحط أسماء كده ملهاش لازمة، المعلومات الشخصية غير اللائقة زي صورة الغلاف بتاعك، المعلومات الوسائط الاجتماعية، طبعا المحتوى السياسي، الناس اللي بتتكلم في السياسة وبتحط حاجات سياسية، والناس اللي بتنشر حاجات إباحية، والناس اللي كمان بتتكلم عن الحاجات اللي فيها عنف شديد. كل الكلام ده بيتعاقب عليه خالص، ممكن يقوم قافل عليك الجيم مرة واحدة كده، وممكن انت تاخد حظر نهائي خالص من اللعبة. رابع قاعدة في أرينا بريك أوت، ودي تعتبر أهم قاعدة في أرينا بريك أوت، لأن بصراحة بنسبة 90% من الناس كلها عايزة تعمل الموضوع ده، وهي المحاكيات. أي محاكي بجميع أنواع فهو غير مصرح به في أرينا بريك أوت. على فكرة أنا جربت الموضوع ده قبل كده، ويمكن أنا قلت الكلام ده في فيديو قديم، وفعلا الحساب بتاعي ما خدش دقيقة واتبند واتقفل خالص. فالمحاكي يا شباب، أي حد بيفكر في محاكي أو الكلام ده، فالكلام ده ممنوع نهائي. خامس قاعدة في أرينا بريك أوت وهي السلوك السام. دي كلمة جامدة جدا. السلوك السام ده خاص بالتيمات، الناس اللي بتنزل تيمات مع بعضها، الناس اللي هي بتضر أصحابها في الفريق، الناس اللي بتبقى عايزة تموت زميلها في اللعبة عمدا، اللي هي مصرة اللي هي تبوظ عليه اللعبة. كل الكلام ده بياخد حظر. ده غير كمان بأساسا بيتخصم منه الجدارة بتاعته، الجدارة اللي بتبقى في اللعبة دي بتتخصم منه، ده غير الحظر اللي هو هياخده. الفكرة في النهاية انك بتبعد عن اي شيء يؤدي الى اغلاق حسابك وطردك من ارينا بريك اوت. حاول باي شكل انك تحافظ على حسابك، مفيش افضل واحسن من اللعب النظيف. لو قابلت اي شخص في الجيم اثناء اللعب وحسيت بس ان هو هاكر، بلغ عنه ارينا بريك اوت. وفينا يا شباب، تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفكم على خير. السلام. Around him!